السلام عليكم، زيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فخده ضاني ورز بالخلطه. الفخده ضاني اللي انا هعملها معاكم، هعمل تتبيله المشويات او تتبيله للفخده، بجد بجد روعه جدا، هتعشقيها لو انتي كنتي جربتيها بره او اكلتيها بره وعملتيها بطريقتي وبالخلطه بتاعتي، مش هتفرقيها عن بره تماما، بل بالعكس هتبقى احلى من بره بكتير. اللحم من جوه شارب من الخلطه وطعمها ونفسها تحفه جدا جدا جدا، بجد رهيبه. تتبيله المشويات ممكن تتبلي بيها اي مشويات، مش الخلطه بس، مش الفخده بس، اسفه. وهنعمل مع بعض رز بالخلطة مفلفل وجميل جدا وطعمه روعة جدا جدا جدا. تابع معايا الفيديو، وقبل ما نتابع الفيديو ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اول حاجة هنقول بسم الله. انا معايا هنا فخدة ضاني، الوزن اللي معايا ده وزن 202 كيلو و600 جرام او 300 جرام على ما اظن، يعني مش كبيرة قوي. طبعا انا غسلها كويس جدا جدا، ولو فيها اي حاجة يعني ممكن مش عجباكي بالشكل ده ممكن تشيليه بالسكينة، تمام. طبعا بقى زي ما قلت لك انا غسلها كويس جدا، وهعمل بقى همسك السكينه واعمل فيها فتحات. طبعا انا عامله فيها فتحات بس هوريكم انا عاملاها ازاي، تمام. انا بالسكينه كده، سكينه تكون حاميه، بتمشي بتدخلي كده السكينه وتعملي فتحات كده من جوه ومن بره، بحيث وتدخلي السكينه كده من جوه كده، بحيث ان لما واحنا بندخل التتبيله او احنا بنتبل الفخده تكون اللحم من جوه ومن بره شارب التتبيله. انا مش عايزه بس من بره يكون اللحم فيها تتبيله ومن جوه ما فيهاش تتبيله، لا انا عايزه التتبيله تتغلغل كده جوه اللحمه نفسها وجوه الفخده كلها طبعا، تماما. عايزه التتبيله توصل لكل قطعه لحمه معايا، يعني انا عايزه كل قطعه لحمه معايا تكون شاربه من التتبيله كويس جدا جدا. زي ما انت شايفه انا كده بغرس كده في الفخده اللي معايا بالشكل ده، وبعمل برضو فتحه كده من الموزه من الرجل كده بالشكل ده. كده هتبقى سهله معايا وبسيطه، وكده انا ضمنت ان اللحمه بتاعتي كلها هتبقى شاربه من التتبيله ومن جوه ومن بره، تمام. هفضل كده اغرس فيها واعمل فيها بالشكل ده، ونركنها بقى على جنب بعد ما خلصناها، وبحط بس شويه فلفل اسود كده وبدعكها كويس جدا وبركنها بقى على جنب، تمام. طبعا لازم تغسلي ايديكي كويس جدا وبعد كده تركني على جنب. يلا بينا بقى نشوف التتبيله بتاعتي، وهقولك همشي معاكي واحده واحده وهقولك. اول حاجه انا معايا هنا ميه بصلتين، تمام. انا فرمت البصل وصفيت التفل، طبعا ركنته على جنب او حطيته في الثلاجه لاستعمال تاني، تمام. واخدت الميه بتاعته واخدت شويه من تفل البصل معايا برده مع ميه البصل، بس مش كتير. كان معايا برده حبيتين من الطماطم مبشورين، صفيت البذر والقشر بتاعه انا مش عايزاه، عايزه الميه بس، وحطيت عليها معلقه كبيره من الكاتشب، تمام. سواء حر او بارد براحتك. معايا حطيت معلقه كبيره من الخل، الخل الابيض العادي، حطيت نص كوبايه من الزيت، زيت نباتي عادي، وحطيت طبعا 3 اربع فصوص كده من الثوم صغيرين او متوسطين، لكن لو عندك كبير حطي كفايه فص او فصين. معايا بقى هنا التوابل بتاعتي، معايا معلقه كبيره من الملح، معايا نص معلقه من السكر، معايا نص معلقه من الكزبره، نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من بهارات اللحم، معايا نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من الكمون، تمام. وحطيت ورق لورا، وحط عصره ليمونه، حابه تحطي اي اضافات تانيه، حابه تحطي زنجبيل، حابه تحطي قرفه، بس انا اكتفيت بالبهارات دي وحطيت بكميات بسيطه، بحيث ان انا حابه الطعم بتاع اللحم يكون باين، مش عايزه اضغي على طعم اللحمه احط بهارات كتير، فالبهارات الكتير بتضغي على طعم اللحمه وبتضيع طعمها طبعا، ودي لحمه ضاني، فكتر البهارات فيها هتضيع طعمها تماما، تمام. وحطيت طبعا بتظبطي الملح بتاعك، وبتحطي الملح على قد الاستعمال بتاعك، تمام. معايا بقى هنا الفخده كده، الصينيه غلفتها بورق سلوفان، وهجيب بقى التتبيله بتاعتي معايا كده، وادخل التتبيله بتاعتي بقى في الفخده كده وفي اللحم كده من جوه. انا عايزه كل قطعه لحم من الفخده دي تكون شاربه من التتبيله كويس،
يعني انا الفتحات دي طبعا بدخل التتبيله في الفتحات بالشكل ده، وبمسك ايديا برضو وبدخل برضو وبدعكها كاني بعمل لها مساج من جوه. يعني في كل فتحه من الفتحات اللي انا عاملاها في الفخده لازم التتبيله تدخل منها كده من جوه. انا عايزه زي ما قلت لك اللحمه تكون شاربه من التتبيله، وانا باكل اللحمه تكون فيها طعم من التتبيله وريحه من التتبيله، ما تكونش التتبيله كلها بره ومن جوه كده اللحمه ما يكونش فيها تتبيله وتكون من جوه عاديه كده وطعمها ما يكونش لطيف. هو طعمها يبقى جميل وكل حاجه لان دي لحمه ضاني، بس طبعا التتبيله هتديها مذاق احلى واحلى كمان. وطبعا زي ما قلت لك انا بعمل مساج بالشكل ده، يعني انا بدخل كده التتبيله في الفخده كده من جوه وفي اللحم من جوه، بعمل لها مساج، بدخل صباعي كده في الفتحات اللي انا عاملاها بالشكل ده وبعمل لها مساج كده. ضمنت ان كل قطعه لحم معايا في الفخده شربت من التتبيله كويس جدا جدا بالشكل او بالطريقه اللي انا بعملها دي. بجد بجد طعم التتبيله تحفه جدا وروعه. ممكن تعمليها برضو اللحمه عاديه، مش شرط برضو تعمليها فخده بس، ممكن تعمليها في فراخ، ممكن تعمليها في بط برضو لو حابه تشويه في الفرن، ممكن تعمليها برضو في اي خلطه. بجد خلطه المشويات دي تحفه جدا جدا، هتعجبك قوي قوي قوي. سامحوني بقى المنظر ايدي وكده وبتاع، ان انا بشتغل بايديا ومش لابسه جلافزات، لان انا ما بحبش الجلافزات، بحب احس بالحاجه بايديا كده، وبحب ان انا اكون متمكنه من الحاجه اكتر واكتر بايديا، وبحب طبعا ملمس الحاجات دي وملمس المعجنات وانا شغاله بايديا. وطبعا انا بعمل للبيت وبعمل ليا، وعارفه ان انا ايديا تحت الميه على طول، بغسل ايديا دايما في المطبخ، والحاجه بتاعتي انا واثقه منها وواثقه طبعا من نظافتها. تمام، انا خلاص كده خلصت كل حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت كل التتبيله اللي معايا، احطها بقى هغلفها كده بورق سلوفان واحطها في التلاجة. انا عاملاها من بالليل طبعا، هسيبها بقى من بالليل كده في التلاجة، احطها هسيبها يعني 8 ساعات او 9 ساعات بالشكل ده. لكن لو انت مستعجلة عليها ممكن تعمليها الصبح بدري وتسيبيها ساعتين 3 ساعات، تركنيها في التلاجة او على جنب، هتبقى معاكي جميلة وزي الفل. تمام، ما تقلقيش وهتستوي معاكي، والتتبيلة هتلحق تشربها ان شاء الله. طبعا بقى دي تاني يوم حطيت هنا، غلفت كده معايا الصاج العادي اللي بنعمل فيه المخبوزات والحلويات والحاجات من دي، غلفته كده بورق سلوفان، وهوريكي كام طريقة ممكن تعملي بيها. اول طريقة ممكن تحطي فرخ الورق الزبدة بالشكل ده وتحطي عليها شبكة، اي شبكة عندك، وتحطي بقى هنا تحت من تحت الخضرة سواء جزر، بطاطس، بصل، طماطم، اي حاجة انت حباها، كوسة عندك، وتحطي مية التتبيلة وتحطي من فوق الفخدة وتغطيها وتدخليها الفرن هتستوي معاكي. تمام، دي اول طريقة. تاني طريقة بقى ممكن تشيلي فرخ الورق ده وتحطي الشبكة برضو زي ما هي، وتحطي مية مغلية من تحت او مع تتبيلة بتاعة الفخدة، وتحطي الفخدة من فوق وتغطيها برضو وتغلفيها وتدخليها الفرن، وهتستوي معاكي وتبقى طرية وجوسي وجميلة وزي الفل. ودي الطريقة التالتة اللي انا عملت بيها، والطرق التانية هنعمل بيها برضو ان شاء الله في حلقات تانية، بس انا حبيت ان انا اوريكي كذا طريقة لو انت حب. انا فرشت هنا ورق الزبدة، فرخ ورق الزبدة، وحطيت كده معايا الفخدة. حابة تحطي خضرة حطي، انا مش هحط خضرة ولا احط اي حاجة معاها، يعني انا مش هحط بصل ولا جزر ولا طماطم، لو انت حابة تحطي حطي. تمام، وحط شوية من التتبيلة واسيب شوية للاخر كده، هقول لكم هعمل فيهم ايه. هاتني بقى كده فرخ الورق الزبدة البواقي كده من الجناب كده بالشكل ده، واحط برضو عليها فرخي من فوق قبل ما احط ورق السلوفان، لان ورق السلوفان طبعا مضر ومش كويس، فلازم ورق الزبده من فوق الاول وبعد كده احط عليها ورق سلوفان. وقبل ما اشتغل في كل ده طبعا انا مشغله الفرن على اعلى درجه حراره، هيقعد 10 دقائق قبل ما ادخل الفخده اللي معايا. تمام، هنزل بقى الشبكه على اخر رف كده من فوق الصاج على طول، واحط الفخده فيها، هتقعد ساعتين بالظبط، لان الفخده وزنها لما وزنتها كان وزنها 2 كيلو 300 جرام، فسبتها ساعتين بالظبط. تمام، بس علشان انا كنت مستعجله نزلتها تحت خالص على الصاج مباشرة من تحت، وقعدت معايا برضو ساعتين،
بس خلاص كده انا شلتها بعد ساعتين الحمد لله، لانها كانت تحرق معايا لان كنت مستعجله. فانتي طبعا اعملي من بدري ودخلي من بدري علشان ما تستعجليش وتتاخري زيي، وكالعاده تحطيها من تحت مباشره. بس انا الحمد لله كانت استوت بعد ساعتين بالظبط ما شاء الله. جبت سكينه وغرست فيها السكينه، اتاكدت معايا ان الفخده بتاعتي ما شاء الله خلاص استوت، ومش عارفه اقطع لان الفخده سخنه واللحمه سخنه جدا جدا. فطبعا بقى هعمل ايه، هشيل بقى كل الحاجات دي، واشيل ورق الزبده، واشيل ورق السلوفان معايا بالشكل ده، واحط لها بقى ورق سلوفان جديد، واحط لها برده ورق زبده برده من تحت تاني جديد، واحط الفخده فيها، واحط باقي شويه التتبيله اللي انا كنت حطاها اللي انا كنت سايباها في الاول وقلت لكم واقول لكم انا هعمل فيهم ايه، هما دول. وهشغل بقى الشوايه من فوق، واشغل النار من تحت هتفضل شغاله، واشغل الشوايه، واحط برضو الصاج بتاعي كده على الشبكه، الصاج اللي انا عاملاه ده اللي هو فيه الفخده مش الصاج اللي تحت خالص يعني. وهظبطه طبعا بحيث ان هي بقى تكمل سواها وتاخد وش من فوق ومن تحت وتحمر، وهنقدمها بقى في التقديمه تبقى جميله. ويلا بينا نعمل الرز. تمام، انا هنا معايا بقى حله سخنه حطيت فيها كام مكعب كده من الزبده الفلاحي، هسيبها بقى لما تسخن، واحط معلقه من الزيت، وهنزل بقى ببصلتين متوسطين او بصلتين صغيرين، الرز البسمتي بيحب البصل عامه يعني، وانا ما بحبش افرم البصل ناعم قوي، بحب اقطعه كده ويكون باين، وبحب برضو اعمل شويه كده من الشرايح. طبعا هشوح بقى معايا البصل، واول ما تدبل بس ما تدبلش قوي ولا تاخد لون، لا يا دوب بس تدبل حاجه بسيطه، هنزل بقى بالتوابل. التوابل اللي معايا، معايا معلقه من الكاري، معايا معلقه من الكركم، معايا ربع معلقه صغيره من البابريكا، ما بحبش اكتر بابريكا، معايا بقى برضو ربع معلقه من بهارات اللحمه، طبعا احط برضو فلفل اسود ربع معلقه، وربع معلقه من الكمون، وطبعا ظبط الشوربه بتاعتك لو عندك شوربه ممكن تكوني ظبطتي الملح، ما عندكيش تحطي ملح طبعا. تمام، واشوح بقى معايا كل البهارات بتاعتي مع البصل كده، بيديها بيبقى ريحتها تحفه جدا لما بتشوحها شويه مع البصل. خلاص بعد ما شوحتها نزلت كده بمكعب بسيط كده من الصلصه، ولو عندك حبايه طماطم مبشوره ممكن تبشريها وتحطيها برضو عادي، واحط معايا شعره بس بسيطه من السكر كده علشان لذوعه الصلصه او حموضه الصلصه. هشوحها وهنزل بقى باخر كيس بسله معايا. فاكرين البسله اللي انا كنت عاملاها معاكم في اخر الشتاء السنه اللي فاتت؟ ده اخر كيس بسله معايا، واحنا برضو في اول الشتاء يعني، الحمد لله لا جرى لها اي حاجه، ولا الحبايه برضو طلعت كده من، ولا فكت كده، ولا طلع فيها فتل ولا اي حاجه، لا زي ما هي زي ما انت شايفين كانها طازه ولونها اخضر وجميله وزي الفل. هشوحها وطبعا بطلعها من الفريزر على طول في قلب الحله، ما بغسلهاش، ما تغسلهاش خالص علشان ما تفتلش معاكي وما تبقاش لطيفه. تمام، ونزلت وشوحتها كده، وبعد كده بقى غسلت الرز وما بنقعهوش يا جماعه، انا بغسله وبحطه بس. انا هنا طبعا الرز معايا كوبايه الرز بتاخد كوبايتين من الشوربه او كوبايتين من الميه، دول كوبايتين من الرز هياخدوا 4 كوبايات من الشوربه. تمام، معايا الشوربه بتاعتي بقى فيها ايه، الشوربه بتاعتي طبعا حاطه فيها ورق لورا، حاطه فيها حبهان، حاطه فيها قرنفل، حاطه فيها كبابه صيني اسفه، حاطه فيها عود من القرفه، لو مش عندك قرفه حبه عيدان يعني ممكن تحطي مع البهارات قرفه باودر لو عندك. بحب اصفيها او احطها في الشوربه الاول واديها غلوتين، اسيبها 5 دقايق بحيث ان الشوربه تاخد من طعم التوابل. لو عندك لومي، ليمون اللومي المجفف حطي، بس انا للاسف ما كانش عندي فحطيت بداله ورق اللورا. تمام، بحب كده اسيبه 5 دقايق بحيث ان الشوربه تاخد من طعم التوابل اللي معايا واصفيها، ما بحبش يكون الرز اللي معايا يبقى فيه شويه من الحبهان او الورق اللورا او الحاجات من دي، انا بتضايق منها واللي بياكل ممكن يتضايق منها، فانا بصفيها. تمام خلاص كده بغطيها بقى لحد ما يستوي. وتمام معايا هنا الرز خلاص دخل على سوا وبقى مفلفل وجميل وزي الفل، وشكله يفتح النفس وطعمه رهيب بجد، جربيه على طريقتي هيعجبك قوي قوي قوي. خلاص كده هسيبه يكمل سواه وغرفته بالشكل ده، وطبعا الفخده معايا استوت وبقت جميله وزي الفل، ونقدمها مع بعض في طبق التقديم يعني، وتعملي لها بقى ديكوريشن بقى بسيط كده يعني، اي ديكور فيها كده يخلي شكلها جميل بجد بجد بجد، طعمها خطير رهيبة جدا جدا.
بشهادة كل اللي دقها، وطبعا بألف هنا وشفا للي أكل منها. بجد اللحمة واصلة، التتبيلة واصلة لكل حتة من اللحمة، واللحمة بجد خطيرة. أنا طبعا كنت دايما أنا وجوزي بناكلها برا، وبنحب طعمها من برا، وبنحب طعم التتبيلة. بجد لما عملتها بالتتبيلة دي وسألته، بجد قال لي ما تفرقش حاجة عن برا زي بتاعت برا بالظبط. انا كنت خايفة لان جوزي ليه في الاكل التقليدي شوية، فكنت خايفة ان هو ما ياكلش منها، بس بجد عجبته جدا جدا. شايفين معايا قطعة اللحمة اللي قبل اللي فاتت دي، التتبيلة داخلة فيها ومتغلغلة فيها، بجد طعمها جميل. هي بس سخنة، مش عارفة اقطع منها، بس مستوية دايبة جدا دوبان. والرز بجد مفلفل وطعمه جنان. بجد جربيها على طريقتي، وانا واثقة ومتأكدة 1000000% انها تعجبك، وطبعا هتنفع في العزومات، هتشرفك قدام ضيوفك، هتزين سفرتك. كل اللي هيدوقها من تحت ايدك هيعجب بيها ويقولك تسلم ايديكي. وانا واثقه ومتاكده ان انت هتنزلي تحت في الكومنتات وتقولي ان انا جربتها وطلعت خرافه. بكده يكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش بدعوه حلوه من قلبك، وتصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.